لطالما كانت مملكة البحرين حاضنة التجارة والاستثمار، ما جعلها تواصل هذا النهج باستحداث تطبيق التاجر، وهو أول تطبيق إلكتروني متكامل باللغتين العربية والإنجليزية، يتم من خلاله تقديم خدمات متعلقة بالتجار وأصحاب السجلات والمستثمرين. يمكنهم من خلاله إنجاز ومتابعة معاملاتهم مع مختلف الجهات ذات العلاقة. ويقدم التطبيق خدمات السجلات التجارية، الاشتراكات التأمينية، دفع الفواتير الشهرية لتصاريح العمل، إدارة الطلبات، دفع فواتير الكهرباء والماء، بحث السجلات والأنشطة والوكالات، خدمات المناقصات، خدمات دعم المؤسسات. ويتميز التطبيق بخاصية الدخول بالمفتاح الإلكتروني والدفع الموحد السريع لجميع الخدمات في معاملة واحدة، وهذا كل ما يحتاجه التاجر في تطبيق واحد. حمل تطبيق التاجر الآن عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية بحرين.bh/apps.